يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين طيبين وفي صحة وعافية. اليوم معايا أغراض البيت، يعني طلبات البيت، منظفات وأشياء كذا بسيطة جايبتها من الشامل. طبعا صار محلي المفضل الشامل، أجيب النواقص كلها منه، منظفات ولوازم منزلية وكل شيء صراحة متوفر فيه. أخذت من عندهم ثلاجة، الثلاجة هذه أنا خليتها للشاي، مرة مرة حلوة، تحفظ من جد الحرارة وصراحة رهيبة، سعرها في الأربعينات. أخذت منهم الزبادي هذا البلاستيك، تجي 3 حبات مع بعض ب5 ريال. طبعا دائما أتردد عليهم بصراحة لأنه أشياءهم تعجبني وأسعارهم طيبة. وأخذت من قسم المواد الغذائية الكرتون هذا، أضرب قهوة عربي تيجي فيه 3 حبات وحبة مجانا، هذه اللي هي أغلف الأكواب مش الكبيرة حق الثلاجة، الكوب لما ما يكون لي نفسي يعني مرة في الثلاجة ما حد يشرب معايا. الفشار أخذت من عندهم فشار، الفشار عندهم سعر طيب برضو، فشار مايكروويف. وأخذت حمص، قارورة حمص برضو عندهم ب5 ريال، وبعض أنواع عليها عروض حبتين ب5. وهذه بهارات البطاطس، دورت عليها في السوبر ماركت، دورت عليها في كل مكان، ما شاء الله ما لقيتها غير في الشامل. بهارات البطاطس احطها في القلايه، في القلايه. اخذت من عندهم مشروب المينيستا، مره رائع يا بنات، اقراوا عن فوائده وكيف يهدي الاعصاب، مره مره رائع. الشوكولاته هذه غنيه عن التعريف، اخذت منها 4 حبات، شيء بالشوكولاته السمودي وشيء بالكورن فليكس وشيء بنكهه الويفر، مره لذيذه، الحبه ب5 ريال. وهذه من قسم الشوكولاتة اللي بدون سكر، مرة لذيذة، ثاني مرة أخذها. وهذه الشوكولاتات بدون سكر زيرو، قبل فترة رحت لقيتها مخلصة من عندهم، مرة هذه لقيتها متوفرة فأخذت كمية، باللوز وبالفراولة وبالتوت وبالكرز، لذيذة يا بنات، إذا لقيتوها لا توفروا خذوها. وهذه برضو بدون سكر، عندهم قسم ما شاء الله متكامل، عشان كذا أحب أروح عندهم، قسم متكامل للحلويات الدايت. وأخذت هذا البصل المقلي، اكثر شيء اخذت عندهم من قسم المواد الغذائيه. واخذت هذا اللي هو معطر الملابس ومعطر الارضيات، وما شاء الله متعدد الاستعمالات، معطر الاقمشه ممكن على الكنب تحطيه. اخذت علبه المناديل هذه، حلو شكلها وسعرها برضو طيب، 5 ريال. برضو من قسم أدوات العناية الشخصية أخذت هذه اللي هي سفنجات، سبونج حق المكياج في كذا حبة. وأخذت هذه المساكات للشعر كبيرة، يعني تمسك الشعر كله. فعندهم صراحة أقسام متنوعة وكل شيء تلاقوه عندهم. برضو أخذت هذه الربطات، شكلها كذا هي والشباصات جاية على شكل مناسبة للشتاء، شتوية زي الفرو شكلها. ترى يا بنات لسه عندهم عروض ال1/2 ريال والريال والريالين و3 ريال، مستمرة عندهم أشياء حلوة. أخذت هذه الملاحات، مرة حبيتها مناسبة للمطبخ، أخذت شكلين، أخذت هذا الشكل وأخذت شكل ثاني. أخذت أكياس الشاي هذه اللي تجيك تحطي أنت تحطي فيها أعشاب وتحطيها في الكوب عشان ما يصير المشروب حقك، يعني تبغى تحط فيها كراوية، ينسون، قشرة قهوة، بابونج، هذا برضو نوع ثاني من الملاحات، عليه كتابات فلفل وملح. هذا مجسم أخذته كذا أحطه، يعني راح أحطه هنا جنب ركن القهوة هذا. وهذا معطر حمامات عزكم الله، مرة صراحة يعني يعطر بشكل مرة حلو جميل. هذه شباصات الشعر طبعا أخذت منها كمية. المنظفات عندهم صراحة مرة أسعارها حلوة وتوفيرية. أخذت من عندهم مجموعة أكواب، يعني ما تتخيلوا، أخذت منهم كانوا منزلين سيمات وأكواب جديدة، فصراحة قشيت بما إني أنا أعشق الأكواب. الكوب الواحد ب5 ريال، تخيلوا، حتى لما رحت لقيتها مخلصة لأنه أنا أتابعهم في سناب، هم أول بأول ينزلوا تغطيات، فلقيت نص الأشكال اللي كنت أبغاها مو فيه.
ما شاء الله احجامها حلوه سيراميك وما تنقل الحراره مره، حبيت اشكال والوان. شوفوا كيف الكياته، مرة أشكالها حلوة، أعشق الأكواب عشق. كثير بنات تشوفوا في سنابي الأكواب وكذا لما أسوي قهوة يقولوا لي منامي وين أكوابك؟ افتكروها يعني مكان غالي أو أطلبها يعني من موقع، أقول لهم من الشامل 5 ريال. أخذت شرشة الصلاة هذا اللي يجي مقفل الرأس واليدين حلو ساتر، وب25 ريال قماش قطن مقسم من الملابس عندهم فوق. طبعا مو كل شيء عندهم خمسة، قلت لكم تفاوت الأسعار بالذات الملابس اسعارها لا شويه، وعزكم الله الاحذيه اثاث المنزلي بعضه فوق يكون اغلى. برضو اخذت المره اللي فاتت من عندهم بناطيل بالمره بالمره عجبتني في اللبس، فرجيت واخذت من عندهم كمان هذا صراحه حلو دحين في سهره في تجمعات، سعره اعتقد 25 برضو، مره حبيتها عجبتني بالمره ورجعت اخذت واحد. هذه يا بنات اللي في الكورية، شوفوا اقرأوا عنها وشوفوا ريفيوهات عنها تنظف من قلب. وهذه برضو اخذتها حابة للتمر، المرة اللي فاتت اخذت شكل مستطيل، المرة هذه اخذتها شكل دائري حلوة وكبيرة وعليها غطاء، مرة حبيتها. تحطي فيها التمر في الضيافة او في الثلاجة. اخذت الكلوريكس هذا كله ما شاء الله تبارك الله الحجم 5 ريال. برضو هذا كوب شوفوا برضو اخذته، مرة جن الاكواب حبيت الكوب بخمسة صراحة، قشيت يعني نصف المحل شايفين. أخذت هذا اللي هو صينية التقديم أو التبسي حجمه كبير مرة ما شاء الله تبارك الله برضو ب5 ريال، في منه ألوان برضو. بس كل مرة أروح أدور عندهم الصواني اللي أصغر شوية، الوسط تجي وسط أو الصغيرة ما ألقى يعني. أخذت من عندهم يا بنات نشافة الخضار هذه مجففة الورقيات، أخذتها طلبتها من شيئين وصراحة جتني ما تشتغل، جتني خربانة، وأنا طلبتها من شيئين تخيلوا ب23 ريال، لقيتها عندهم بخمسة، وما شاء الله تبارك الله جربتها في المحل وكويسة وتشتغل وكل شيء يعني، مرة ما شاء الله تبارك الله روعة. ندمتني من البداية ما أخذتها من عندهم، ما كنت أعرف. جتني هذا اللي فوق ده اللي يلف يفلب بشيئين، ابدا ما تلف، حاولت دورت ريفيوهات عنها قلت انا وشغلتها بطريقه غلط. بس كذا وصلت معاكم نهايه الفيديو، يا رب عجبكم، اشوفكم في فيديو ثاني وفي امان الله.